كل ما هو مطلوب هو الدخول إلى غرفة محكمة الإغلاق شبيهة بغرف عزل الصوت ومن ثم الصراخ. نعم، الصراخ أو الغناء بصوت عالٍ. المخترع بيتر فان ويس ابتكر طريقة بديلة عن المسحة الأنفية والحلقية والشرجية وحتى طريقة الوخز المؤلمة للكشف عن فيروس كورونا المستجد. الفكرة من الصراخ تحديداً داخل غرفة صغيرة ومغلقة هي جمع آلاف الجزيئات المنبعثة من الجهاز التنفسي وتحليلها والتحقق من احتوائها على الفيروس عبر جهاز موصول بالغرفة يقوم بترشيح الهواء. هذا الجهاز يتعرف على الفيروس من خلال حجمه باستخدام جهاز قياس بتقنية النانومتر. بعض المشاركين بتجربة المخترع الهولندي وجدوا متعة وراحة بالتنفيس عن ضغوطاتهم اليومية وطرد الطاقة السلبية داخل غرفة الصراخ. المشجع أيضاً لاستخدام هذا الفحص غير التقليدي أن تعرف الجهاز على العدوى يستغرق فترة زمنية لا تتعدى 3 دقائق فقط. قد يكون مستقبل هذا الفحص واعداً في حال تم ترخيصه من السلطات الصحية وإثبات دقته، خصوصاً أن فحوصات المسحة عبر الأنف المعتمدة تثير انزعاجاً لدى العديد من الناس.